يمكن مساعدتنا هم كشيوخ وأكيد يصعدون على المنابر ويلقون الخطب، أعتقد دورهم مهم جدا، وتوصيل فكرة أنه داعش عبارة عن منظمة إرهابية متطرفة تستهدف الجميع، لا تستثني أحد، تريد تدمير الإنسانية بالكامل. I thank you for your brief overall view in regards to the gains that you've done. I congratulate yourself and the Iraqi government on the huge great gains that you've gained against ISIS.